اللي قلنا عليه بالنسبه للمنطقه الصفراء، انا باسس العيان شوف احتياجاته بتوليريت اورال فيدنج مروحه، قلنا الفلويدز، قلنا طبعا الفروت جوس ما افتحهاش قوي، وقلنا حاجه ليميتد قوي لو جبنا عصير التفاح، ودي حاجه هي مش ريسنت، يعني مش ريسنت بقى لها حوالي 5 6 سنين، وكانت دراسه كنديه واتكلموا على المايل تو مودريت ديهايدريشن، لكن طبعا مش بس ان انا عشان ما افتحش العصير كتير. لو العيان بعد ساعتين نوت توليريتنج الفيدز، العيانين يروحوا لقسم الاطفال. وطبعا برجع للستول مايكروبيولوجي، ان انا ممكن ابص على الستول اناليسيس، يشوف في باص، يشوف في بلاد، يشوف في اي حاجه ظاهره من البارازايتس ولا لا. وبديله طبعا ممكن ريتن داتا عن استخدام الاورال فلويد. العيان ستيل ما فيش حاجه سجستنج، واحنا عندنا بقى قلنا المنطقه الصفراء اللي هي بين البنين الاولاني، الاحمر ده حولناه على طول، الاصفر ده اللي بين البنين واسس بياخد ما بيخش كام، الجرين ده امان خالص، ده بيبقى مانج ات هوم، بديله بس الادفايس مظبوطه، لانه يعني دايما بيقابلونا الامهات يبتدي يقول لك ايه، بيرجع يديله حقن التركيه، خف التركيه خلاص، يروح ياكل زي ما كان بياكل من كام ساعه. في سؤال دكتوره ساره بتسال على الاور اس مع الفوميتنج لو بيحصل كل شويه، هو اكشوالي يعني الاور اس او اي فلويد، يعني نفرض ان هو رفض الاور اس كطعم وخد ميه او خد عصير مع تحفظ على عصير قلنا عليه، لما باخد الفلويد دي بدي كميه بطيئه جدا، الاور اس من تعليماته الاساسيه هو ان انا بدي معلقه كل 5 دقائق، ممكن كل 10 دقائق، ده الريت بتاعه، اديت الميه نفس الطريقه، اديت عصير مع التحفظ طبعا يبقى برضه بنفس المعدل. و ليه بقى؟ لان الطفل بقى شبطان وبيعيط وبيصرخ وماسك في الكوبايه وعايز يشرب، فلو صعب على الام، صعب على الجد، صعب على اي حد حواليه، شرب على البواحد هيرجع. هو الريت بتاع الاو ار اس مكتوب انه لازم يتاخد كده، معلقه كل 5 دقائق، مش معدل اسرع من كده. غالبا بيفضل الترجيع شويه ويقل تدريجيا مع الوقت يعني. ساعات بندي الحقن بتاعت البومتنج، هي مش موجوده في البروتوكول لكن اكسبتد وايدلي يوزد، اللي هي اوندانسترون. الاوندانسترون طبعا من الحاجات اللي كانت تستخدم في الكانسر بيشن لما بياخدوا كيمو ثيرابي، انا حطيتها لكم على الشاتنج، المرضى بتوع الكيمو ثيرابي لما كانوا بياخدوا كيمو ثيرابي كانوا بيحصل لهم بومتنج جامد جدا، فابتدوا يستخدموا اوندانسترون، ومع التجارب او في حس كتيرة جدا في الأطفال ثبت أمانه، فبتاخد من أعمار صغيرة جدا، تبدأ ممكن من 6 شهور وأبروفد يعني في يعني هيئات كبيرة إن هو يبقى أكسبتد ترون للفوميتنج، بس لازم في بروبر أدفايس في الأورال فلويد اللي قلنا عليها والأكل، عشان الأم زي ما بقول لحضراتكم بتبقى كانوا نازلة معوية وترجيع على طول وسبب بتاعه وبتبقى بتأكله، اعتقد ان الحقنه دي هتروح تروح عامله تاني اكل وشرب ويقعد يتغدى ويتعشى ويتصحب، يعني تبقى الدنيا بتبوظ، لا انت بتروح بعد الحقنه بتريح كمان ساعه عشان الحقنه تشتغل، وبعد كده تبتدي تاخد الفلويد بالمعدلات اللي قلنا عليها. الرضاعه نفس الكلام، ما تاخدش الحقنه دي ترجع حياتها الطبيعيه خلال دقائق وترجع، لا تقعد بقى فلويد وتقعد بالراحه وتتجنب الاكل اللي يبقى اريتد للاستومك، مثلا منتجات الالبان طبعا تتاخر شويه وهكذا، اكل الصلب يتاخر وهكذا. يبقى ده بالنسبه للبومتنج، لو البومتنج كبير ممكن نستخدم كوندنسترون، ولو انه طبعا البومتنج بيقل، على فكره البومتنج هو مش جاسترايتس، هو البومتنج سببه التوكسينز اللي بتطلع نتيجه الانفكشن وبتبقى في البلاط، فبتاثر على الاستومك وبتخلي البومتنج يحصل. بالتالي لما بدي فلويدز اورال بتديليوت التوكسينز وبالتالي البومتنج بيقف لوحده، ده الميكانيزم، ان انا الفوميتنج سبب التوكسيميا بياثر اما يحصل فوميتنج زي ما بيحصل مع حاجات ثانيه، مع النمونيا، مع الفيبر العاديه، مع الحاجات دي. فبالتالي لما بدي فلويدز بيحصل ديليوشن للتوكسين، البومتنج بيقل لوحده تدريجيا. لما بدي الفلويد بمعدل بطيء شويه برضه ده بيساعد ان البومتنج يقف بشكل كويس. بدي فيربال وريتن انفورميشن عن ورنينج ساين، يعني بقول للامهات واكتب، وما تبقاش مركزه، ما نامتش كويس، ديستراكتد بعياط الطفل، ديستراكتد بحاجات ثانيه، مش بتبقى مركزه معايا، مهما كان مستوى ذكائهم كتير منهم بيبقوا تايهين مننا، فلازم نكتب.
يكتب الفلويد ايه، بتاخد معدل ايه، كميات ايه، كل قد ايه، بكره ياخد ايه، بعده ياخد ايه، بحيث ان انا ابقى كاتب ريتن انفورميشن دي موجوده في السطر ده. الحاجات دي مهمه جدا، دي الحاجات اللي هتقابلوها في شغلكم يعني. ريفير اديشنال سبورت الكوميونتي نيرس اللي هي الوحدات، يروح الوحدات اللي هي وحدات طب الاسره، رعايه الاسره، الحاجات دي لو انا محتاج اديشنال سبورت يعني يبتدي بقى يصرف علاج من هناك، حد يتابعه هناك، الكلام ده. فتجنب الديهيدريشن عن طريق الكونتينيوم بريست فيدنج او لو في ميلك فورمولا. انكارج الفلويد انتيك يعني يشرب فلويد زي ما عاوز، بس لو في فوميتنج بدي معدلات بطيئه. ديسكارج الجوس والكربوريتد درينكس، الاطفال اللي فيهم ريسك عالي للديهيدريشن بتاعي ريهيدرين ادي اورال ووتر يعني لو انا ايه برضو شاكك. لكن طبعا ما بيقدرش توليريت اورال فيدنج عامه او اورال فلويد، ده بيتحول عشان ياخد محل. الجزء بقى الاسوء اللي هو الريد فيتشرز اللي قلنا من الاول ريسك قوي بحوله، او انه يكون في ريد فيتشرز مثلا الطفل ده لو هو ايه في علامات خطر، علامات الحمراء بقى اللي قلنا عليها، ديستربت كونشس، حاجات قلنا عليها بقى سيفيل ديشن مش توليريت الاورال فيدنج، لكن بحوله على طول عشان يروح الوحدة. طبعا الريهيدريشن فلويدز اللي موجوده في السوق المصري، طبعا بنسمح ان احنا بنقول الاسماء التجاريه في الحالات دي بس، لان هي كلها حاجات يا اما حكوميه يا اما يعني معموله يعني اسعار، ممكن نحط براندات مش عاده خبرات، واشهرهم الريهيدران، وده اللي بيستخدم اكثر. من ضمن الحاجات دي مش موجودين في السوق، انا عملت عليهم علامات عشان ناقصين حاليا. ممكن قوي ان المحلول الجفاف يبقى بارد في السنه، يعني لو بارد سنه بسيطه بيبقى الاستومك بتولريت، والاستومك اكتر تولريت الكولد درينكس اكتر من الهوت درينكس، يعني بنديله اعشاب دافيه عشان مش عارف يدفي معدته، في حاجات كده اعتقادات لذيذه يعني، فيقول لك اديله حاجه دافيه تريح بطنه بتاع، لا دي الحاجات الدافيه بتقلب المعده اكتر. واحنا نفسنا عن تجربه لو حد شرب حاجه بارده او ثلاجة خفيف ممكن تهدي المعدة قوي عن الحاجات السخنة، ده ممكن يبقى ترايل. طيب كل 5 دقايق بديله كمية قد ايه حسب بقى الوزن بتاعه، الجدول ده مهم. اقل من 10 كيلو بديله ملي لكل كيلو، يعني مثلا نفرض طفل عمره وزنه 6 كيلو رضيع، و 6 كيلو ده بديله فلويد يبقى ملي لكل كيلو، يعني ممكن اديله 6 ملي كل 5 دقايق. شوف الكمية صغيرة ازاي، 10 كيلو بديله 10 ملي لكل كيلو، يعني بديله 100 ملي على مدى 10 ملي كلهم على بعضهم مش بر كيلو، 10 ملي كل 5 دقائق. فالطفل اللي فوق 10 كيلو بديله 10 ملي كل 5 دقائق. طيب كل 5 كيلو زياده بزود ب 5 ملي زياده عشان ما اديش اوفر لود على الاستومك. تمام، ده بالنسبة للفلويد اللي بناخده. طبعا الالجوريزم المكلكع قوي ده طبعا اللي هو الفلويد مانجمنت، وده النايس جايد لاين. النايس جايد لاين دي من الحاجات الجايد لاينز الانترناشونال اللي فيكم بقى هيمشي في السبيشاليتي ايا كانت سواء اطفال او غيره، دي من المرجعيات للناس المتخصصين اللي بيخش في تخصص يعني بيشتغل نايب اطفال او جراحه او وات ايفر. النايس جايد لاينز دي من الحاجات اللي هي مرجعيه عالميه وبيبقى فيها جايد لاينز دايما الابديتد واللي كل العالم يعني كل العالم بياخد منها. فالناس جايد لاين حتى الالجوريزم ده طبعا هو معقد حبتين، لكن ممكن نلقى عليه نظره سريعه. اطفال عندهم دايريا وفوميتنج ممكن اعمل له لابوراتوري انفستيجيشن في حاله ايه ان هو العيان ده لو يعني داخل في قصه يكون في اثنين مع بعض مستمرين. اسسمنت للديهيدريشن زي ما قلنا مفيش ديهيدريشن او شوك خلاص اعمل افويدنت ديهيدريشن عن طريق ان انا باخد اورال فلويد. ده على فكره الموست ابديتد جايد لاين للجاستروانتيستينز. ساين اوف سيمتوم ديهيدريشن اور شوك، اورال ديهيدريشن ثيرابي باخده ماشي، نوتريشن معاه بالرضاعه الطبيعيه ماشي، انترافينوس فلويد ثيرابي لو ان العيان ده محتاجه انه ما بيش توليريت الاورال فلويد، او في شوك ديهيدريشن برضه بنط على طول على الاي بي فلويدز وبدي على قد احتياجه للديهيدريشن، ونوتريشن برضه مع الاي بي فلويد يعني ممكن يرضع طبيعي وهو بياخد اي بي فلويد. خلاص
بكمل فلويد اورال سواء بعد مدي الاي بي او من الاول لو انا مش محتاج الاي بي. الالجوريزم بسيط وده من نايس جايد لاين، هو شكله كالكع بس هو تسلسل الخطوات اللي قلنا عليها من شويه في التعامل مع الجسم. طيب الكونستيبيشن طبعا هيجي لنا السؤال ده دايما، الديفينيشن بتاع الكونستيبيشن عند العيان بيكون infrequent bowel evacuation of hard stool أو difficult painful defecation. في استفسار اللي هي بتحسب الفلويد مليليتر بير كي جي بير داي، أول 10 كيلو بديله 100 مليليتر بير كي جي بير داي. خلاص دي أول 10 كيلو. الثاني 10 كيلو يعني الطفل بقى فوق 10 بقى 15 18 بتاع بديله 50 مليليتر بير كي جي بير داي. وصلنا 20 كيلو كل كيلو بعد كده 20 ام ال بير كي جي بير داي. يبقى اول 10 كيلو يعني مثلا نفرض الطفل وزنه 10 فبديله 10 في 100 بياخد لتر في اليوم، 10 في 100 بلتر في اليوم. ثاني 10 كيلو نفرض ان هو 15 كيلو، اول 10 حسبناهم لتر، تاني خمسة بنحسبهم على 50 يبقى 250، خمسة في 50 250 يبقى لتر وربع، لتر و 250. عدى ال 20 كيلو نفرض ان هو 25 كيلو، اول 10 بلتر تاني 10 10 في 50 ب 500 يبقى كده لتر ونص، 5 كيلو فوقيهم في 20 يبقى كده بكام؟ 100 يبقى كده لتر و 600. واضحة؟ الحسابات كلها على الفيست اكتر وبيبقى سيفير ديهيدريشن مودريت ديهيدريشن مايل ديهيدريشن. يمكن معلش بيستخدموا القصه دي قوي لكن هو بيدي الفلويد على طول على 10 و5 على 10 و5 او 150 و20. انما السيفير ديهيدريشن هو احنا قلناها بقى في الاسسمنت ان العيان ده مش توليد اورال فلويدز او داخل في شوك محتاج. طبعا الشوك عامه اي عيان بيجي لي شوك ساين شوك ويك بالسز هايبوتنشن كلام من ده بديله 20 ملليلتر بير كي جي سلاين على مدى مثلا 10 دقائق او 20 دقيقه. ده الشوك ده الواحد اي شوك يعني اي كان سبب. بتاع جاستونترايس هديله الديفيسيت بتاعته اللي قلنا اللي هو ال 100 ال 50 ال 20 حسب الوزن بتاعه، 100 الاول 10 50 ثاني 10 20 30 اي كيلو فوق ال 20. ده بالنسبه للاسسمنت. و شفنا نرجع تاني الصورة. شفنا الاسسمنت بتاع الفلويد دي هو بيعتمد على ايه؟ الميت بتاعنا ان هو بير اور يبقى 4 ملليلتر بير كي جي بير اور. احنا هي باينه في المعادله يمكن ما قلتهاش بس باينه الريت بتاعي، الريت بتاعي يمشي قد ايه؟ ويبقى ابطا طبعا في الاعمار الاكبر. قلناها اثناء نحسب على 20 ملل بير كي جي احنا قلنا اللي هو العيان اللي فوق 20 كيلو كل كيلو بحسب له 20. المينتنس ما بديش مينتنس فلويد في الديهيدريشن، بدي بقلب اورال اول ما بيبقى توليريت يعني بعوض الديفيسيت ده بدي ال 100 وازود 50 زود 20. المعادله هي الصوره كده باين الصوره قدام حضراتكم. فهنا لما نتكلم عن الكونستيبيشن infrequent bowel evacuation of hard feces or difficult painful defecation أكثر من شهر، في calcifying بيطلع loose offensive stool ده ما فيش تحكم برضه برغم إنه soft لكن يعتبر كونستيبيشن، وانكوبريسز يعني ما بيقدرش يتحكم في نفسه انه بيمسك نفسه وبعدين يعمل في اوقات مش مناسبه وده في behavior problem. في incontinence ده بيبقى مشكله اورجانيك زي واحد مثلا عنده مشكله في عنده مثلا سباينال ليجن فخلى فيه انكونتيننس. في كالامباكشن فيري هارد ستول ما بيخرجش لبره وده طبعا بيبقى دايليتد ريكتم ووراه دايليتد كولون فده بيبقى انفكشن ده لازم طبعا يتفض. تمام طيب الفريكونسي والفوليوم والتايب اوف ستول ده طبعا لازم باخد هيستوري منه كويس. overflow soiling في الاطفال دي كي بوينتس في الهيستوري لازم اسال عليه كويس. ستريس في ستريننج يعني بيحزق جامد. هولدنج بيهيفير
ان هو بيبقى باين ماسك رجليه كويس، ده خايف من وجع الاسطول، بيبقى في هارد ستول. تايم اوف باسنج ميكوليان بعد البيرث ده ممكن يدلني ان في اوبستراكشن زي الهيرس برانك مثلا. بليدنج بالريكتم ده يدلني ان في تروما من الهارد ستول وحصل فيها زي فيشر مثلا. اني تريجرنج فاكتور طبعا بنسال على الاكل، طريقه الاكل، ممكن الام عماله تدي له حاجات نشويات وحاجات من هذا القبيل، فده طبعا بيخلي انه الاطفال ما يبقاش فيه الاسطول اساسا، او الفريكونس بتاع الاسطول او الفريكشن بتحصل مع قله الفايبرز، يكون الطفل ده ما بياخدش فايبرز كفايه. الاطفال دلوقتي قلت قوي في موضوع الخضروات الفريش والسلطات والحاجات دي، وبيشتغلوا كمان الفاكهه ممكن تبقى قليله، فالفايبرز بتاعت الحاجات دي مهمه. طبعا الفايبرز بتاع البروتين نفس القيمه، بس طبعا الفايبرز بتاع الفروتس والفيجيتابلز مهمه، فلازم بسال على الدايت بتاع العيان. ممكن يبقى كله ستارش، بياكل ايه؟ رز وبطاطس، رز وشوربه على طول، مكرونه شوربه، يعني ده الستايل اوف لايف، وده كتير جدا على فكره، ده ممكن يبقى سبب رئيسي. والتريننج طبعا بتاع البوتي تريننج، بتاكد من الويت والويت هايت كلام عشان ما يبقاش الكونستيبيشن نتيجه ان يكون في بروبلم عندنا في الجي اي تي مسببه افكشن في البروس. بعمل اكزامينشن للابدومن عشان اتاكد في ابدومن ديسنشن وفي كان لودنج بيتحسب الايد ولا لا. بطمن على اللور لمب لان لو في سباينال ليجن ممكن ان هو يعمل سكول امباكشن او ما يبقاش يعني كنترول على السفنكتر، وسباين اكزامينشن طبعا. وبشوف البيري انال اريا اذا كان في مثلا في انفكشن او في مثلا طايلة بايلز بره او حاجه من دي بتمنع الموضوع. طبعا الايرلي اونست اوف كونستيبيشن دي من الحاجات اللي بتدي ريد فلاج، نعتبرها ريد فلاج ان بتظهر بدري قوي. فيلير تو ثرايف، ما بيرموش كويس. نيوروباسيك باول، الباول اللي هي ما فيهاش تحكم نيورولوجيكال. هيرس برانك ديز طبعا من الحاجات السجستيف انه بيبقى فيه بالير البرزنتيشن، والستول بيبقى الانس كونتراكتد. الانتيريو ديسبليس الانس، وده بيبقى ممكن في البنات لو الانس قريب من الفاجينا. الانال ستينوزس لو حسيتها بالبي ار. الديليت كاو ميلك الرجي بتظهر متاخر، دي لها سيمتومز طبعا. جي اي تي ابسيتس طبعا متكرره، ممكن بلاد ستول، دي برضو ممكن من علامات الكاو ميلك الرجي ان يكون كونستيبل. ديليد ميكونيوم اكتر من 24 ساعه زي ما قلنا. ستنشن هاي امتي ريكتم، جاشو ليكويد ستول غير مع لما بسحب صباعي يطلع بالدفاع، فدي كل دي حاجات مصاحبه. طبعا التايتنس بتاع السفنكتر لما بدخل صباعي بالبي ار، طبعا ده ممكن الفيفث فينجر لوبريكيتد بجل او واي علشان اما اعمل اكزامينشن واشوف كان في ستريكتر ولا لا. طبعا في الاطفال اللي هم صغيرين الديفرنشال دياجنوز بتاع الكونستيبيشن بيبقى فانكشنال، اللي هي ناس عندهم فانكشنال كونستيبيشن طبيعتهم كده خلاص، وده طبعا اكتره بيبقى في الاعمار اللي هيش نيونيتال بيريود، وبيبقى طبعا اكيد مرتبط شويه شويه بالتريننج. الأورجانيك طبعا في أسباب عضوية، مع هنا الأناتوميكال بروبلم، مع نيروجيك زي ما قلنا كونستيبيشن نيروجينيك اللي هو في سباينال كورد بروبلم. اللور نيروجيكال اكزامينيشن طبعا محتاجين نشوف اللي هو الليم. اندوكراينو ميتابوليك طبعا بعض هذا الهايبوثايرويديزم معروف ان معاهم كونستيبيشن. الكونستيبيشن طبعا بدراجز، لازم تاخد اوبيويدز ممكن يحصل لهم كونستيبيشن. والسيلياك ديزيز، وده طبعا برضو بنميزه بلونج جي اي تي سيمبتوم، تبقاش واضحه في الاول الا بالهيستوري واضح. انفستيجيشن طبعا ملهاش انفستيجيشن قوي، يعني ناس تحلل ومتحللش ملوش قيمه قوي، الهيستوري كافي والاكزامينشن. ابدومن الاكس راي ملوش قيمه قوي، امتى بحوله ريكتال بايوبسي؟ لما اشوف طبعا هيرس برانج اساسا في ان هو هيستوري ديليت ميكونيوم قعد 3 ايام او اكثر مثلا، كونستيبيشن من يونيتال بيريود، هيستوري ابدومينال ديستنشن وفوميتنج، فيلير تو ثرايف، فاميلي هيستوري هيرس برانج، دي بشك فيه وببعته عشان يعمل بايوبسي علشان هيرس برانج. طبعا دي ممكن يعني ساعات يبقى فيها اندر اوفر دايجنوزس، بس احسن ما يتاخر ويخش في كومبليك. المانجمنت اوف فانكشن هو مفروض سبب عضوي، education بعرفه يخش بقى والهاوت ريجولار في مواعيد ثابته، الاكل بتاعه ماشي ازاي، الدايت واللايف ستايل.
طبعا الناس اللي بتتحرك غير الناس السيدنتري، يعني لو الطفل مثلا زي فتره الكورونا دي هنلاقي في ناس كتير عندها كونستيبيشن، اطفال قاعدين في البيت، مش مدرسه، مش نوادي، ما بيلعبوش، قاعدين قدام الجيمز، قاعدين قدام التلفزيون. فالسيدنتري لايف او اللايف ستايل يعني اللي هو ليزي شويه ده ممكن يؤدي للكونستيبيشن. مع الدايت البيهيفيرال مانجمنت، الطفل ده لو هو مثلا تحكم، بيعاقبوه، بيزعقوا له، بيضربوه، كلام من ده، لازم عنيد شويه زياده عن اللزوم، في ابروبريت ان ابروبريت يعني بيهيفير، ده لازم يحتاج علاج سلوكي، احيانا ميديكيشن، وممكن سبورت للفاميلي وللتايم. طبعا بدي الاهالي بس فيسيولوجي كونستيبيشن والسويلنج مظبوط، ده مهم جدا. الدايت طبعا يستخدم، مهم جدا ان يبقى ماشي مع اللاكستيف، ومن ضمنها الفلويد انتيك، من ضمنها الهاي فايبر زي ما قلنا، وانكارج الفيزيكال اكتيفيتي، قلنا عدم الحركه الكافيه بتعمل كونستيبيشن. البيفير مانجمنت، ان الناس طبعا اللي ما فيش تريننج كافي اللي بيخش بعد الميلز، ده مهم جدا، يخش بعد الاكل، ده بيبقى الوقت ده فيه الكاستروكوليك ريفلكس شغال بيساعدنا. كوركت بوزيشن، ما يبقاش قاعد قاعده متعبه. الدايز والستول فريكونسي زي ما بنعمل مع الانيوريسيس، الاطفال اللي عندهم عدم تحكم في البول بنقول له اعمل دايري، يعني اعمل جدول مكتوب مثلا السبت تاريخه كذا لحد 2 3 4 وجنبه قلم احمر وقلم اسود، يعلم فيه ويحطها جنبه على الكمبيوتر. تخيلوا الحاجات البسيطه دي بتساعد كتير في علاج الناس اللي عندها يورين انكونتيننس، عندهم بيد ويتنج او عندهم انيوريسيس. الجدول ده مفيد فيهم جدا، مفيد كمان في الاسكول، في الاستول او كونستيبيشن او في الانكوبريسيس. فالجدول ده او الدايري، دايري اللي هي اليوميات، يعني اما يكتب انه النهارده اتحكم بكره ما اتحكمش بتاع، هو الطفل نفسه بيحس في سيلف اسس، بيقولوا مفيده جدا يعني، طبعا رغم انها حاجه بسيطه يعني. فورس من طبعا انما بشجعه لما بيتحكم، ديسكارج النيجاتيف ريسبونس، ازعق له، اضربه، عاقبه. Encourage the older children to take responsibility، الأطفال الأكبر هو أنت بقى خش وتحكم واعمل، يعني بحيث إن هو يحس إن هو مسؤول عن نفسه، بالتالي ده بغير ما يكون حد بيقول خش لازم تخش لازم تعمل، لا، لو هو تبقى فاهم القصة إن هو يعني كبير ويتحمل المسؤولية دي، بتساعد إنه يحاول يحل الموضوع. وبعدين ممكن ساعات نحتاج سايكولوجي. الميديكيشن طبعا بتمشي في طريقين، طريق الديسانفكشن وطريق المينتنس. طبعا عشان يبقى في ليكوفاكشن ديسانفكشن، لو في امباكت للسول خرجوا بقى بسبوزيتوري، اخرجوا بانما، اخرجوا مانوال ايفاكيويشن احيانا لما تبقى فيري هارد. المينتنس ثيرابي طبعا، طبعا الديسانفكشن اورال ريكتال مانوال، يعني ايه اورال؟ يعني مديله حاجات تحرك الامعاء او ريكتال سبوزيتوري او انما او مانوال بالصباع. اللاكستيف طبعا من الحاجات اللي تستخدم في الموفيكول، وقليل جدا في مصر، لكن الحقيقه من الحاجات الفيري افكتيف بينصحوا بيها ناس بتوع جي اي بي، موجود في الجايد لاين. الاستيمولانت لاكستيف زي السنه او صوديوم زي بيكولاكستام، هنا ما اسماء تجاريه بس موجوده في الجايد لاينز. وبراجع الاطفال بعد اسبوع من الانفكشن. ده الاورال. الريكتال طبعا ممكن انما، ممكن بستخدم انواع مختلفه من الانما، والاطفال لهم انما مخصوصه في الصيدليه. طبعا لو كل ده فشل بستخدم مانوال ايفاكيويشن، فده حد بيحط ايه صباع ويفضي. طيب المينتنس بقى سيرابي، ايه المينتنس بتاع العيان ده؟ ان هو استابليش بقى النورمال هابيتس في الاكل ودخول الحمام ونوعيه الاكل، ايفاكيويشن ريجولار، واكمل المينتنس ده وتابع الخطه دي تبقى ماشيه وعين الام عليها فتره طويله تصل 4 شهور. وطبعا دواء اسمه ماكروبول او ده من الحاجات المهمه وبينصحوا بيها حاليا في الاطفال. اللاكسف طبعا الماكروبولز، يعني مش مهم الدوزس قوي بالنسبه لنا، نبقى عارفين الاسم. المانجمنت اكيوت ابدومينال بين طبعا الهيستوري فيزيكال اكزامينشن، هل في انديكيشن في سيرجيكال ريفيو، يعني هل في حاجه تشككني هو حاجه سيرجيكال. من كل بقى الكلام، يعني مثلا هل هو مثلا العيان ده شكك في ابنسايتس، شكك مثلا عندي مثلا سانوس اكشن،
شاكك ان العيان ده عندي مثلا بيريتونايتس، يعني مهم حاجه سيرجيكال شاكك فيها، هطلب سيرجيكال على طول، بس مش اي كوليك طبعا. يعني مفيش الحاجات المهمه جدا اليورين اناليسيس، ما ننساوش في اي عمر من الاعمار دي، في الاطفال مسليدين جدا، اطفال ممكن ما يعرفوش يشتكوا او يشتكوا ما يبقاش الحقيقي، فمهم جدا 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 ان احنا ما ننساش اليورين واليورين اناليسيس في اي حاجه يكون فيها ابدومينال بين، علشان تبقى هيدن وما تبقاش باينه والاطفال ما بيعرفوش الكلام ده. مهم جدا ان احنا ما ننساش اليورين اناليسيس. ديبستيك معناها شرايط التحليل البول، وبتقيس الليكوسايتس والنايترايتس. الليكوسايتس طبعا اللي هو البص يعني سيلز، والنايترايتس علشان تحدد لي اذا كان في يورينتراكت انفكشن ولا لا. مهم جدا ما فيش يورينتراكت انفكشن في الديبستيك في اليورين اناليسيس، يبقى انا هل في حراره ولا لا. لو ما فيش حراره طب بسال في فوميتنج ولا دايريا ولا لا. لو هتعمل جاسترو انترايت زي ما اتكلمنا، بياخد اورال فلويد، ياخد اورال فلويد ما بيقدرش، يبقى راكب محاليل الكلام اللي قلنا عليه تمام. شوك ياخد انتي شوك، يبقى التعامل مع جاسترو انترايت. طبعا ابدومينال بين وكرونيك كتير، ممكن افكر في انفلاماتوري باول ديزيز، افكر في ابنسايتس وارجع بقى للجراح تاني. فده العيان ده ساعات يبقى فيه دايريه معاها او ما معهاش فوميتنج، هو اوريدي ما معهوش فيفر من الاول، فممكن اشك في ابنسايتس برضه ما استبعدهاش. طيب العيان ده في فيفر، ايه بقى ممكن يبقى كوليك مع فيفر؟ طبعا كومون ايه جاستروانترايتس. ممكن يورين تراكت انفكشن ما تبانش في الديبستيك، ممكن في الحاله دي لما بشك بطلب كالشر. بس قبل الكالشر في حاجه كويسه في اليورين اناليسيس اسمها كولوني كاونت. كولوني كاونت معناها عد المزارع، عد المستعمرات. هما بيعدوا كم كولوني طلع في اليورين اناليسيس، فلقى ان عدد 100,000 يعمل كالشر على طول. ونطلبها كده، نقول والله اعمل يورين اناليسيس بالنمونيا تعمل كوليك؟ قلناها في النمونيا ممكن يبقى ريفيرد من البلورا. بزنتر كليمفا دينايتس دي بنشوفها كتير من دول، لان بدانا نعتمد على الالتراساوند، بدا الزملاء في الطوارئ يعتمدوا على الالتراساوند لانه نون انفيزيف، والناس بدات تبقى في مستشفيات بدا يبقى فيها اجهزه وناس تعرف تشتغل عليها، وبنشوفها كتير. وممكن تبقى لها علاقه بحاجه لوكال انفكشن في الانترا ابدومينال، او ساعات من ابر مثلا فرنجل او تونسلايس او فرنجلس او حاجه يحصل مع الليمفادينايتس، وساعات بقى مع تايفود، ساعات مع حاجات ثانيه ممكن يبقى في كوليك ومع فيفر. الابندسايتس برضه هنا يعني ممكن الابندسايتس جاي فيفر وجاي من غير فيفر، هي مسليدنج شويه الابندسايتس يعني خدوا بالكم. طيب في بلاد في الاسطول ولا لا؟ ده السؤال ده احنا سالناه في الدايريه، وقلنا لو في بلاد في الاسطول بنحوله، ولو ما فيش يبقى انا ايه؟ بمشي في سكه. لو في بلاد في الاسطول بفكر في حاجات معينه، بفكر في انفلاماتوري باول ديزيز، اسال بقى الهيستوري اللي فات وجايز فاميلي هيستوري. انفلاماتوري باول ديزيز اللي هي كرونز والالسيف كولايتس، اكيد عدت عليكم يعني وانتم بتذاكروا بطن. هيموريتيك يوريميك سندروم، السندروم بيبقى فيه هيموليسيس، بيظهر بانيميا وفي يوريميا، الكرياتينين بيبقوا عاليين، وبيبقى فيه ممكن معها كوليك برضو ساعات دايري. جاسترو انترايتس يبقى في فيفر مع بلاد مع كوليك، ممكن تبقى جاسترو انترايتس. بلاد في كاستوناتس ايه؟ في حاجات بتظهر فيها بلاد في جاسترو انترايتس زي الانتاميبا ستوليتيكا، الشيجيلا ممكن يحصل فيها، كمان بتحصل مع حاجه اسمها كامبيلوباكتر، دي بكتيريا بتعمل جاسترو انترايتس وتسبب الموضوع. طيب وتعامل بهم حسب السبب. والانتسسبشن ما ننساش بقى ان في بلاد في الاسطول مع كوليك ممكن يبقى انتسسبشن. في الاول ممكن انتسسبشن يبقى البلاد ميكسد مع الاسطول، بس لو ظهر لوحده وخصوصا مع ميوكس ويسموه ريد كارنت جيلي، يعني زي الجيلي كده مع الاعتذار طبعا للناس اللي ريد كارنت جيلي، بيبقى جيلي مع بلاد، يبقى اللي هو عباره عن ميوكس مع بلاد، يعني يبقى اللي هو بيبقى انتسسبشن suspected في الانترسبشن. خلاص طيب ما فيش بلاد في الاسطول ومعاه كوليك ومعاه فيفر، ما فيش بلاد في الاسطول معاه كوليك وفيفر،
لو بنت ادوليسنس بعمل بريجنسي تيست بشك فيها طبعا، دايما ما بستبعدش في الادوليسنس يعني، طبعا ما بنعلنش عنها عشان ما يحصلش يعني مشكله ضخمه، لكن ما بنضيعهاش من بدري. او هيستوري اوف انفريكوينت باول موشن ممكن يبقى كونستيبيشن. طب كلك مع فيفر وما فيش بلاد تمام يبقى كونستيبيشن. ممكن فيفر اه ممكن مع الانفكشن يحصل كولونايزيشن البكتيريا وتعمل له فيفر تمام. يبقى كده الالجوريزم ده الحقيقه ده خلاصه الايه الكوليك في سلايد واحده. خلاص اطمنت مش حاجه من دول خالص، يبقى انا ديشارج فولو اب حسب بقى الحاله اللي ظهرت. بيرماتيو باول ديزيز ممكن تظهر من اي من كام سنه طبعا، فيري رير في النيونيتال، رير او انكومون في الانفانسي، نوت انكومون في البيدياتريك يعني ممكن في الاطفال تظهر عندهم، و طبعا في الميدل ايج في طبعا في الناس اللي هي الادوليسنس ممكن تظهر فيهم جدا مع الاسترينينج مع الاسترس مع الحاجات دي ممكن تظهر عند الاطفال او عند بقى الادوليسنس ايج، لكن في الاطفال مش كومن قوي.